هنتابع هلأ مع خفيف نظيف. اليوم ضيفتنا هي أخصائية التغذية جينيفر تومازو، رح تخبرنا أكثر عن البهارات وأيضا الأمور من بعض الفواكه وغيرها اللي فيكم تشوفوها كل الوقت بحياتكم اليومية، يمكن ما بتعرفوا قديش عندها فوائد خاصة ممكن تقدر تفيدكم بحياتكم، وأيضا ممكن تعملوا منها حلويات خاصة بخلال فترة الصوم. جينيفر صباح الخير، وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم باستوديو عالم الصباح. فإذا هون عم نشوف مجموعة من الأمور يعني بنشوفها كل يوم، يعني عم نشوف السمسم، عم نشوف الطحينة، عم نشوف التمر، بس واحد عن جد اوقات يمكن بيجهل فوائدهم. يعني هلا بنعرف التمر قديش فوائده مهمه جدا، بنعرف قديش ذكر بالقران الكريم قديش فعلا لحاله ممكن يكون وجبه كامله مع كبايه حليب. صح. بس الامور الثانيه كيف ممكن نستغلهم ايضا بحياتنا اليوميه ونعمل منهم حلويات اللي بنضل عم نفكر فيهم. اوكي، بس بدي اقول شغله، انه اكثر ريت العالم بفكروا انه الحلو، اذا بنحكي عن حلو يعني اكثر شيء بده يكون دخله بيض وحليب وسمنه وزبده او شوكولا. مزبوط. بس في كتير توابل واعشاب ممكن نزيدها على الحلو، وهي كمان عندها فوائد اساسيه وهي بديل للمصادر الحيوانيه. فنحن جبنا 8 توابل يعني هي اساسيه ممكن نحطها بالحلو، وفينا نبلش نحكي مثلا عن الكركم. اوكي. يلي هي اذا فينا نشوفها على الكاميرا. أي. الكركم هي من العقد الصفراء. من العقد الصفراء، هي اكيد لونها اصفر. اكثرية الاوقات كانوا يستعملوها بالهند كعلاج طبي، بس هلا صارت منتشره اكثر بالعالم لانه عندها فوائد اساسيه. نحن بنعتبرها مثل كانها برو انفلاماتوري سبستنس، لانه هي دراسات اكتشفت انها بتحارب الالزهايمر والديبرشن كمان. كمان. وبنفس الوقت هي ماده ضد الاكسده، بتشتغل على محاربه الامراض القلبيه، وعم نحكي كمان عن الضغط الدم. بنفس الوقت كمان فينا نحكي انها هي سبستنس بيستعملوها لمحاربه الالتهابات، عم نحكي اكثر عن التهابات المفاصل والالتهابات العظم. النوع الثاني اللي منه ما جبناه معنا هو حبه البركه. حبه البركه او بلاك سيدز بنقولها نحن، هي هلا دراسات كمان اكتشفت انه حبه البركه بتوطي نسبه الكوليسترول المنه منيح بالدم، لانه هو غني بالزيوت غير المهدرجه، يعني هون عم نحكي عن البولي ان ساتوريتد فاتي اسيد. ميرسي شيف شادي دغري للانقاذ. هاي حبه البركه. أوكي. نعرف قديش مفيده يعني كمان، خاصه وانه يعني هي لو ما هيك بتصور اسمها حبه البركه، يعني كمان بقى كثير كثير فيها فوائد. نحن عندنا بصيدا بيعملوا بحبه البركه الحلويات اللي هي الاسحه. صح. هي غامقه كثير، شكلها مثل البراوني بس كثير اغمق. صح. هلا كمان كلها. لا جيبوا لك منها الشباب، شو بتاكل الاشياء وبترجع بتنكر يا شيف شادي. هلا اكثريه الاوقات كمان بنحطها على الاكل، بس كمان فينا نحطها على الكعك، يعني كحلو فينا نحطها على الكعك. هي بيستعملوها اكثر فور جارنيشينج حتى يزينوا كمان فيها. صح. بس كمان هي كثير لها فوائد صحيه، وكمان هي عندها ماده ضد الاكسده، وبنفس الوقت يعني فينا نستعملها على طول نحطها بقلب الكعك حتى. صحيح. فمثل على سبيل المثال حكينا انه في كعك بحبه البركه. هو نوع من الحلو. النوع الثالث اللي فينا نحكي عنه هو ساسمي سيدز او السمسم. يامي. هو اكثر شيء معروف بالبلدان الاسيويه والشرق الاوسط. السمسم هو زيت نباتي، بس هو غني بالزيوت الغير المهدرجه. هون عم نحكي عن المونو انساتوريتد فاتي اسيدز يلي بيزيدوا من نسبه الكوليسترول المنيح وبيوطوا من الكوليسترول المنو المنيح. كمان حالي عم تعمل عصفور هون. زيت السمسم هو مزبوط نبات وصحي، بس كمان ما ننتبه لانه غني بالوحدات الحراريه. يعني هون عم نحكي انه تقريبا ملعقه اكل يعني بتوزي 15 جرام تحتوي على 87 وحدات حراريه. اوه حرزانين. ملعقه كبيره من السمسم هيك مثل ما هو. مزبوط مثل ما هو. اوه حرزان. وكمان هو اطيب منه السمسم اكيد كثير، حتى لما بنحطه على منقوشة الجبنه كمان كثير طيب بصير. بس اذا بدنا نركز اكثر على الحلو فينا نحطه بالصفوف، فينا نحطه بالكعك كمان، وفينا نحطه على الكوكيز كمان. مزبوط. على الوجه. هو غني بالحديد وبنفس الوقت غني بالمغنيسيوم وغني بالبوتاسيوم، فنحن هون عم نحكي اكثر يعني قوي للبونز وعم نحكي قوي للدم كمان. صحيح. وبيحتوي كمان على الماده كثير مهمه يلي هي بوليفينولز، يلي كمان بيساعدوا على نوطي الكوليسترول وضد الاكسده. النوع كمان يعني هو في وحده حراريه، بس هو مثل زيت الزيتون يعني الكوليسترول تبعه جيد. مزبوط. يعني مزبوط كوليسترول جيد، بس ما فينا ناخذ منه بكميه كثير كبيره.
كمان فينا نحكي عن الطحينه. الطحينه هي جايه من السمسم. صح. اوكي، بس هي لانها عندها بيتر تيست او طعمه مروره، فبالمصانع بيزيدوا عليها زيت زيتون بس تكسر من حديتها. فالطحينه كمان هي غنيه بالاوميجا 3، وكمان ما فينا ناكل منها كثير لانه ملعقه كمان فيها 89 وحدات حراريه. فكيف لما بحطوها كمان مع الدبس بتصير مزبوط. هيدا الحلو اللي بدنا نحكي عنه، يعني دبس بطحينه هو صحي بس كمان بدنا ناخده باعتدال، وهو غني كمان بالسيلينيوم. يمكن ما في كثير ناس بيعرفوا يعني السيلينيوم هو معدن كثير اساسي، هلا الدراسات اكتشفت انه بيحارب الخلايا السرطانيه، وكمان غني بالحديد وغني بالمغنيسيوم. هول المعادن كمان بيساعدوا الجهاز المناعي عنا انه يخترعوا مواد ضد الاكسده. وفي عنا على سبيل المثال مثل ما حكينا دبس بطحينه. صح. او كعك بطحينه فينا نستعمل. كمان في عنا الانيس او يلي بنعرفه بالزهورات او اليانسون. سوري، اليانسون. اليانسون هو اكيد بنستعمله بالاكل وبنستعمله بالبفرجز السخنين وكمان بالحلو. هو عنده كالمينج افكت لانه دراسات اكتشفت انه بوطي نسبه الديبرشن والكآبه عنا بالجسم. يمكن من اسمه يانسون اوقات واحد بينسى مشاكله بيصير. صح. اذا بيشرب اليانسون. وكمان اليانسون انتي اوكسيدنت ضد الاكسده، وهلا كمان بيساعد على الجهاز الهضمي لانه بيوطي بنسبه الفلاتولنس اللي عنده مشاكل شكل فلاتولنس وبلوتينج. بحطوه كثير بالكعك. اي مزبوط، بحطوه بالكعك، بحطوه بالصفوف. كعك باليانسون مزبوط. وفي عنا كمان، هلا انا جبت دبس العنب، نحن عنا نوعين دبس، عنا دبس الخروب ودبس العنب. صح. هلا دبس العنب شوي حلو اكثر من دبس الخروب. ايه، بنشوف اكثر دبس الخروب متداول اكثر من دبس العنب. مزبوط، متداول اكثر. اثنيناتهم صحيين واثنيناتهم بنستعملهم بديل للسكر العادي. بس كمان باعتدال، يعني عم نحكي ملعقه كبيره بتحتوي على 60 وحدات حراريه. اثنيناتهم نفس الشيء الوحدات الحراريه فيهم. مزبوط، نفس الشيء. والفوايد نفسها. الفوايد نفسها تقريبا بيوطي نسبه السكر بالجسم، بيحتوي على ماده كثير اساسيه اللي هي البكتين، نحن بنعرفها ان هي فايتو كيميكلز. فايتو كيميكلز بيساعدوا كمان ضد الاكسده، وبيوطي كمان نسبه الكوليسترول، واكيد صحي يعني فينا ناخده بديل للسكر. اكيد. كرمال فينا نحكي عن التمر. التمر مثل ما حكيت باول الحلقه انه اكثر شيء برمضان وبالصيام بنستعمل التمر، وهيدي كونسبت كثير مزبوط لانه التمر غني بالالياف. صحيح. واللي عم نحكي هون الالياف السوليوبل وانسوليوبل فايبر، فهذا شيء كثير منيح. بيحتوي كمان على الفيتامين اي وعلى الحديد، فهو كثير مهم للدم. وكمان هو بنستعمله از لاكزاتيف فروت لانه بيساعد على معالجه الامساك. إيه. لانه غني بالالياف. صحيح صحيح، ويعني مفيد بكل حالاته. هلا هون عم نشوف التمره المستويه، بس لما بيكون بلح بيكون نفس الشيء وبيكون مختلف الفوائد. هو الفوائد نفسها. إيه. وحسب فيك يعني اذا بكل الاحجام، وانا عم نحكي انه كل اذا كان باودرز او كان عود او حيلا شيء كلهم عندهم نفس الفوائد بكل اشكالهم. مزبوط، بكل اشكالهم. هون عم نحكي انه تقريبا تقريبا 2 ميديوم ديتس بيوازوا 60 وحدات حراريه، يعني عم نحكي حصه فواكه. يعني شخص في ياكل بدل حبه فواكه في ياخذ 2 ميديوم ديتس، ما في مشكله. ايه هدول اصغر، يعني في ياخذ في ياخذهم كلهم. في ياخذهم كلهم هول. لانه هول اصغر هدول. لانه هول اصغر من هدول اكسترا سمول. صح. مش مي. هلا هون فينا نحكي مثلا نوع ديسير فينا نستعمله هو التمريه يلي هي فيها مزيج من التمر والسمسم كمان. صحيح. وفي كمان التمر العادي فينا ناكله او المعمول بتمر. معمول بلاش شوي لانه هو عم نحكي اكثر عن مصادر الحيوانيه فيه. اوكي، في عنا كمان السينامون او القرفه. فينا ناخده على نوعين، في عنا الباودر وعنا العود العادي. فالقرفه اكيد بنستعمله كمان بديل للملح وبنفس الوقت بديل للسكر، وهو كمان طعمته كثير طيبه بالاكل. وهلا الدراسات اكتشفت انه نص ملعقه صغيره من القرفه بتوطي نسبه السكر عند مريض السكري وترايجليسرايد وبنفس الوقت ضغط الدم كمان. هيدا عم نحكي بس نص ملعقه، يعني كمان اذا كترنا منه كمان بيكون فايده. بس اذا واحد يحطه اكثر يعني بالمشروبات يعني هون، ولا اذا هون بنستعمله بالمشروبات وبيتدخل كمان بالحلويات. هو اكيد. ايه، نحن عم نحكي مثلا حلويات مثل السينامون رول. فينا نحكي بس السينامون مصدر حيواني اكثر. ايه. فينا نحكي عن السينامون كوكي، فينا نعملها مصدر نباتي ونزيد عليها قرفه. ايه. وجينجر كوكي نفس الشيء. وفينا كمان نحكي عن المغلي يلي هو الحلو العربي المتداول اكثر عنا بالبلد. يعني المغلي بساعتها بيفيد كمان، يعني بيضل يعمل فوائده بالنسبه لموضوع السكر. مزبوط.
يعني بس واحد باعتدال كمان. مزبوط كله باعتدال، يعني انا هول عم بحكي عنهم مزبوط هن عندهم فوائد صحيه، بس بنفس الوقت هي الاعتدال هو اهم شيء، لانه كمان بيحتوي على وحدات حراريه كثير عاليه. صحيح كلهم تقريبا، كلهم تقريبا، بس يمكن اليانسون ايه يعني اليانسون والكركم ما فينا نعتبر، بس كل شيء طحينه سمسم دبس تمر وهول في عندهم وحدات حراريه عاليه. جينيفر كمان انت عندنا وصفه حلاوه الدبس كمان. مزبوط، هلا انا جبت معي يمكن ما كثير بيعرفوها العالم، حلاوه الدبس هي مزيج من الايتمز اللي حكيناهم سابقا، يعني فينا نخلط منهم كل هولي ويطلع لنا كمان حلو صحي بعيد عن المصادر الحيوانيه. فاذا بنحكي عن المكونات تبع حلاوه الدبس، عندنا اول شيء انه هي بتحتوي على نص كوب من الزيت النباتي، كوب من الطحين، 5 ملاعق اكل ياك، فينا نستعمل دبس الخروب او دبس العنب حسب كل واحد شو بفضل. أيه. بس انا بفضل دبس الخروب لانه سويت اقل سويت من الدبس العنب. أيه. بس بيطلع بيطلع هي لونها بيطلع اغمق بالآخر. بيطلع اغمق مزبوط. هذه هي بس هاي الفرق. ايه هذا هو الفرق. وعنا كمان فينا نستعمل ملعقه صغيره من القرفه، وفينا كمان نستعمل 3 ملاعق من الطحينه بقلبها. وهلا في ناس بحبوا انه هيك مثل زينه يحطوا سمسم على وجهها، منه غلط لانه كمان عنده فوائد صحيه. هلا يعني هي عظيمه هلا لفتره الصيام، هلا هون عم بشوفوها المشاهدين وعم بيسجلوها كمان. فتره الصيام عظيمه كثير وصحيه، وكمان للشخص النباتيه كمان عاده في الدواء هذا الحلو. هلا طريقه التحضير كثير هينه، ماشي بنخلط كل الانجريدينتس مع بعضهم، يعني عم نحكي بنبلش بالزيت النباتي، نرجع بنحط معها الطحينه، نرجع بنزيد عليها الطحين. في ناس بحبوا السكر بس انا بفضل ما يزيدوا سكر طالما في بديل لهم. وفي عندنا القرفه والطحين بنخلطهم بالميكسر مع بعضهم، وبنرجع بنعملهم بدوائر صغيره، يعني تقريبا عم نحكي 23 بيسز، بنعتبر انه كل بيس فيها 12 جرام. بنحطهم بالفرن لمده 10 دقائق على درجه 180، وبتوصل مثل كانها كوكي، يعني بنعتبرها كوكي. 2 منهم يلي كل وحده 12 جرام بوحدات الحراريه تبعهم هي 120، يعني عم نحكي بتعادل حصتين فواكه. فاذا صار عندهم يعني فكره شامله اليوم عنهم كلهم، ومثل ما قلتي موجودين قدامنا، سو خلينا نستغلهم بافضل طريقه ممكنه. أكيد. لحتى نقدر نحافظ على صحتنا كمان. جينيفر شكرا كثير لك، رح نتابع محطاتنا بعد لحظات. كندا بتكون معنا ومايا ايضا. بولادي بالدنيا خليكم معنا.